وسط الصراعات التي شهدتها أركان حكومة الصخيرات في الآونة الأخيرة من تخبط واضح كشف عن وقائع الفساد الذي كانت تخبئه تلك الحكومة في صراع مفتوح على كل الاحتمالات، إلا أن استشعار رئيسها فايز السراج باقتراب ساعة الانقلاب عليه من غريمه وزير الداخلية فتحي باشاغا بدعم من ميليشيا مصراتة أدى إلى الإطاحة به خلال الساعات الماضية وإيقافه عن أداء مهامه بزعم إجراء تحقيق في أسلوب معالجته للاحتجاجات التي تشهدها العاصمة طرابلس، إضافة إلى التقصي عن وقائع الحملة العنيفة التي شنت ضد المتظاهرين. فقد تزامنت هذه الخطوة في وقت تشهد فيها حكومة السراج خلافات عاصفة بشأن الموقف من الاحتجاجات الشعبية الغاضبة في طرابلس، خاصة وأن السراج لا يخفي تخوفه من إقدام غريمه باشاغا عليه بدعم من ميليشيا مصرات التي اعترضت بشدة على قرار إيقاف ابن مدينتها، حيث خرجت تلك الميليشيا مظاهرات حاشدة في مدينة مصراتة معترضة على قرار الرئاسي الذي قرر إيقاف باشاغا احتياطيا عن العمل ومثوله للتحقيق الإداري أمام المجلس الرئاسي خلال أجل أقصاه 72 ساعة من تاريخ صدور هذا القرار. كما تضمن نص القرار التحقيق مع باشاغا بشأن التصاريح والأذونات وتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين والبيانات الصادرة عنه حيال المظاهرات والأحداث الناجمة عنها التي شهدتها مدينة طرابلس وبعض المدن الأخرى خلال أيام الأسبوع الماضي والتحقيق في أي تجاوزات ارتكبت في حق المتظاهرين، إلا أن باشاغا طالب بأن تكون جلسة المساءلة والتحقيق علنية ومنقولة إعلاميا. كل هذه التطورات تأتي ضمن محاولات السراج للتخلص من شبح انقلاب غريمه باشاغا بالتحالف مع الميليشيا المسلحة من أبناء مدينته بمصراتة تحت مظلة وقائع الفساد والقمع ضد المحتجين منذ أيام في العاصمة طرابلس لسوء الأوضاع المعيشية والتطرف الأمني الذي تشهده المنطقة الغربية برمتها منذ سنوات.